السلام عليكم. اليوم راح الولايه تعجيجا لنقف على الاشغال نتاع القاعة الرياضيه اللي ما زالت متواصله، واللي يعني حسب الصور اللي عندنا يعني الاشغال تقرب من النهايه نتاعها. اذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو اثر الزياره تاع والي ولايه جيجل لمشروع القاعه الرياضيه اللي تعتبر واحده من اكبر القاعات الرياضيه في الجزائر. إذن أترككم تتابعون والسلام عليكم.